بسم الله. دلوقتي لو انا عايز اكتب معلومات على اللوحه ديت، فممكن المعلومات تكون كتيره جدا، اللوحه مش مقريه، فلذلك في حاجه اسمها الكينوت، وهي مجرد ان في رمز او اختصار، وبعد كده بيبقى في ملف بيبقى فيه الاختصار ده بيرمز ليه. اعمل زي الكينوت دوت، بكل بساطه باجي هنا من انوتيت واقول له انا عايز الكينوت، فبلاقي عندي في الكينوت كينوت سيتنج، ابدا اظبط اني الكينوت اللي هنشتغل عليه، بقول له براوز وابدا اختار الملف اللي انا هشتغل عليه. ده عبارة عن ملف تكست، تقدر تفتحه من هنا اهوت وتشوف المعلومات دي، الارقام، الرقم اللي هيتكتب، وده المعلومة اللي هترجع على الرقم دوت. فبقول له اوبن، تمام، وبعد كده اقول له، ممكن تقول له فيو لو انت عايز تشوفه، او تقول له ريلود لو انت عملت تعديلات فيه. دي اهي الكينوت، اهي اتعلمت ازاي دي بيبدأ يظهر لك. اقول له اوكي، وبعد كده هاجي في الكينوت، هلاقي عندي element كينوت، ده للعناصر العادية، ده للماتيريال، ده حاجة خاصة باليوزر بيبدأ هو يعمل كينوت خاصة بيه. element كينوت هبدأ اختار، تمام، وليكن مثلا العنصر دوت، تمام، هيبدأ يقول لي اختار المعلومات اللي انت عايزها من الكينوت، وليكن مثلا ان دي مثلا equipment مثلا اللي هي دي، واقول له اوكي. لو انت جيت تستخدم الكينوت دي تاني على عنصر مشابه، هيبدأ ياخد الرقم اوتوماتيك، تمام. كل يعني لو انا مثلا الحائط دوت اديته رقم معين، وجيت بعد كده هتلاقي الرقم ده موجود زي ما هو، تمام. فكل العناصر بكتب فيها الكينوت ده جواها، بحيث ان انت لما تيجي تحط الكينوت ما بيسألكش بعد كده، لا بيبدأ يحطه تلقائي. تقدر تختار بقى النوت للعنصر دوت اهوت.